بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نسوي دجاج بالخضار. بنحتاج الكوسة والبوبر، بصل، بهارات صحيحة، والدجاج والزبيب. أول خطوة نحط الزيت، راح نبتدي ننزل الدجاج من جهة الجلد. لونه ذهبي، ننزل البهارات صحيحة وننزل البصل عليه، ننزل ماي حار عليه ونحط الملح ونطبخها 45 دقيقة. نشيل الدي هاي، ننزل العيش، نضيف الخضار، نضيف البوبر، الكوسة، الزبيب والسمنة، نضيف رشة من الهيل. من يرتفع العيش نبتدي ننزل الدجاج، نطير لمدة 25 دقيقة.